أن وجود الصالحين بين المفسدين يقلل من لأواء أهل الإفساد. وجود الصالحين بين المفسدين في أي عمل يقلل من لأواء وشيوع فساد أهل الإفساد. والعلماء استنبطوا هذا من أن فرعون علم أن موسى من بني إسرائيل، وهو أصلا كل صنيع أنه يقتل غلمان بني إسرائيل، وقد عزم على قتله بدليل أن الله حكى في القرآن عن امرأة فرعون أنها قالت لا تقتلوه، ومعلوم أن جند فرعون لا يجرؤون على قتله حتى يأمرهم من فرعون. فجعل الله عز وجل وجود هذه المرأة الصالحة في قصر فرعون تخفيفا من فساد فرعون نفسه على موسى، جعله سببا. ونحن نعلم أن الله قادر على أن يبقي موسى من غير شفاعة امرأة فرعون، لكن جعلت سببا حتى من يأتي بعدها من الأمم يتأسى بهذا الصنيع. وأحيانا الإنسان يجد نفسه في عمل، في تجارة، في شركة، في أي محفل يحفه أهل الإفساد، لكنه يرى من نفسه قدرة على أنه يقلل من فسادهم ويذهب شيئا من غلوائهم. فوجوده وإن منعه غيره ونصحه بعض المحبين، وجوده خير من أن يترك ذلك المكان. فقد كان وجود آسيا بنت مزاحم عليها السلام، وجودها في قصر فرعون، جعله الله عز وجل سببا في نجاة موسى. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.